لم أستقيل لأن كان لدي حوار مع الأخ عيسى مداني في القناة الأولى، كان كلامي واضح يعني. وبعد ذهاب المدرب يحتمل أن يكون في ذهاب بعض العناصر لاعبين، ونحن كمسيرين ربما نستطيع فعل شيء وتبقى عملية انتحار في حد ذاتها. ولكن لم أستعمل كلمة الاستقالة ولم أقول هذا الكلام، ولن أستقيل ما دام الوفاق يعاني من هذه الأزمة، وسنحاول أن نفرج هذه القضية ونجعل الفريق في بر الأمان. أما أنا لست بمتمسك بالمنصب، ولكن لا أستطيع أن أترك فريق الذي عشت فيه أكثر من 40 سنة أن يذهب بذهاب المطار.